الفيديو الموالي للخوت كما كتشوفوا معايا راه ما طلعش كاع من داك سميتو دار مارشاريان معلم هذا كونديكتور هذا تبارك الله عليه بينما كاتر بيلار حتى هو تبارك الله عليه راه خدام كيحفر بداك الجبل باش كيجيب داك النوع من التراب اللي كيخدم في الرومبلي ها هو راه خدام هنا خليناه خدام ها هو راه باقي خدام تبارك الله عليه الطريق ان شاء الله راه غادي تكون في المستوى المطلوب الا كاينه بحال هاد الشركه هادي اللي كتخدم الحج وكتخدم بهاد لي زيكيبمون كاملو بهاد السائقين الاحترافيين ديال الالات ديال الشاحنات اكادير لا خوف عليها نمشيو نشوفو ثاني هذاك الرومبلي فين وصلت القضيه اذا على هذيك القضيه ديال الدرون الدرون اخوت كما قلت لكم تعتبروا آلة التجسس واللي كيصور بها بزاف انا شفت اللي كيصور بها بزاف هو بحال التلفازه المغربيه دوزيم فهمتي هذوك عندهم الحق علاش ان هذوك صحفيين اولا صحفيين ديال الدوله عندهم الرخصه لا باش تمشي انت اولا ماشي صحفي وما عندكش الرخصة غادي خلاص غير في المشاكل سق شي نهار مصور شي دار ديال شي واحد داعيك وراه عنده الحق يدعيك لأنه داكشي راه كيدخل في الخصوصية أنا خونا نصور بالدرون صور أخويا بحالي بحال عباد الله تليفون عادي كتهضر مع المسؤولين ديال الورش عطاوك الفوفير بأنك تصور كتصور ما عطاوكش الفوفير راه من حقهم صافي بوان فينال اصلا الشركات اللي خدامين بحال هادو دابا اللي خدامين بالمعقول داكشي راه كيقول لك صور اصلا راه مزيان ليه حتى هو باش كدير التعريف بالشركه ديالو بالاشغال ديالو وهذيك الرابور ديال غانيون غانيون هو كيربح وانت كتربح انت القناه ديالك كطلع وهو الشركه ديالو كيبينوا الاشغال ديالها وكدير ليها واحد لا بيبليسيتي الطريقه اللي هي غير مباشره هادشي اللي كاين في اليوتيوب ما باش يقيدني انا بلا ما يقول لي دير الدرون ولا دير الدرون علاه صعيب عليا الدرون ما صعيبش عليا الدرون ديالي راه حداك الدرون راه ما صعيبش عليا نديرو كاع الحاجه اللي كتكون فيها لو ريسك كنيفيتي انا انتم كتشوفو معانا عمليه كتخدم حضرنا لكم فيديوهات بما فيه الكفايه الخوت هذه الحداده ما تنساوش المواعيد الرياضيه جوج مواعيد هامة الموعد الأول هو الكوب دافريك لا فينال التاريخ ديال إفريقيا غادي تكتب ثاني اليوم واش الكوب ديفوار غتربح ولا نيجيريا المرشح القوي والبطولة الوطنية ديالنا حنا اللي البطولة اللي فيها واحد المنافسة هاد العام هذا هذه مجموعة من الفرق غتلاقى الرجاء مع الجيش نتمنوا الفوز للروح الرياضية أولا نتمنى أنه ما يكون حتى شي أحداث ديال الشغب أحداث الشغب راه تسيء إلى سمعة المغرب هادشي اللي كاين الخدمة تبارك الله راه غادية مزيان ركزنا لكم في هذه القناة على طريق السريع الحضاري وعلى الأشغال ديال التهيئة ديال الجنبات ومحيط ملعب أدرار بمدينة أكادير هذاك الملعب إن شاء الله اللي المحيط بالجنبات ديالو غادي يعجبكم باقي أول شيء إن شاء الله غادي يتقاد ما عمركم الخوت تحضروا البلاد ديالكم باش نذكر هذاك السيد اللي قال لك راه ملعب لوسيل قارنته مع ملعب أدرار عمرك تقارن اخويا ملعب لوسيل اللي تقام بشي 769 مليون دولار راه قطر الخوت راه كلكم كتعرفوا الامكانيات الماديه اللي عندهم راه عندهم البترول والغاز الطبيعي المغرب راه ما فيهش البترول ما فيهش الغاز الطبيعي
الموارد الطبيعيه ديال المغرب راه محدوده. الغبرة الخوت جزء لا يتجزا من اي شونتي، ماشي مشكل برو. المهم هو ان الصورة توصل للمواطن الاكاديري. انتم ما كتشوفوا معايا التريبة ضرورية ضرورية على الرومبلي هذا. التليفون راه تكبر. ما نساوش نباركو الفوز ديال فريق حسن نيت اكادير، لا فريق شباب السوال، جوج اهداف لهدف واحد. نتمنوا لهم حظ سعيد وموفق في البطوله الوطنيه. راه عندهم شي لقاء قوي مع المغرب التطواني يوم الثلاثاء المقبل. راه كاين مجموعه من الجمهور اللي غادي يمشي غيدير بلاصه، نتمنوا انهم يمشيو. نتمنوا لهم فرح السلامه في لالي وفي الروتور. ها انتم دابا اخوات كتشوفوا معنا الرومبلي راه غادي كيطلع شويه بشويه. ان شاء الله الكروسي راه قريب يتالي. نذكركم التوقيت غادي 12:45 دقيقة اليوم 11 فبراير 2024. متمنياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات الأوفياء والوفيات للقناة بالنجاح والتوفيق، ونحن دائما رانا الإشارة باش نوصلوا لكم الصورة بالتعليق من موقع الحدث من المشاريع الملكية العامة اللي كتعرفها مدينة أكادير. كما وضعتوا فينا الثقة هنا إن شاء الله راه عندنا مسؤولية كبيرة، وكنصوروا لكم كل ما هو جديد في هذه القناة هذه. ما نقدرش نصور الخوت هو الاشغال ديال الكاميرا، خاصني ثاني نزل عليها رجليا كاينه الطريق بزاف حيت الطوموبيله خليتها ليه. المهم راه لي بروجي ديال مدينة أكادير، هذا البروجي هذا راه غادي حسب ما هو مرسوم له من طرف المسؤولين. راه الاتربه اللي كيحطوا هنا راه ماشي غير من ديك البلاصه باش كيجيبوهم، راه كاين تما واحد الاله خدامه ليه راه غتبان لكم تما، حتى هي كتعمر داك النوع من الاتربه، وكاين المسؤولين كل واحد مشرف على واحد البلاصه. المهم الخدمه راه غاديه مزيان. نتمنوا انكم تدعموا القناه، مجموعه من المسائل اللي ما منخرطش القناه يدير يضغط على الزر ديال الانخراط. ما تنساوش لي لايك لي كومونتير والبارطاج في الواتساب والفيسبوك والمسائل كاملون. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.